مرحبا بكم أصدقائي الفيديو جديد. اليوم سوف أشرح لكم كيف تقومون بوضع الإعلانات على الفيديوهات الخاصة بكم بعد قبول تحقيق الدخل. كما ترون في الفيديو السابق، قبل يومين كنت وضعت فيديو عن طريقة إرسال طلب تحقيق الدخل لشركة يوتيوب. بعد يومين تم قبول طلبي، والآن سوف أريكم كيف تقومون بتفعيل الإعلانات على الفيديوهات. ابقوا مع الشرح. الآن أضيفت لنا خاصية تحقيق الدخل كما ترون هنا، علامة الدولار، لن أفعلها بعد. كي أقوم بتفعيلها على الفيديوهات كلها، على كل فيديوهات مرة واحدة، أقوم بالضغط على هذه الأيقونة في الفوق الفيديو كده. والآن تم اختيار جميع الفيديوهات، ثم أقوم بالضغط على التعديل وأأتي إلى الخيار تحقيق الربح، ثم أقوم بالضغط عليه. هنا يوجد تفعيل، نعم نضع الخيار على تفعيل، ثم نقوم بالضغط على تعديل الفيديوهات، ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم الضغط على تعديل الفيديوهات. ننتظر لحين، وفي الفيديوهات التي يوجد بها أقل من 10 دقائق يمكن وضع إعلان في بداية الفيديو ونهاية الفيديو، والفيديوهات التي تتجاوز مدتها 10 دقائق يمكن وضع الإعلانات وسط الفيديو. الآن تم تعديل جميع الفيديوهات. أقوم الآن بالدخول إلى الفيديو الذي مدته 10 دقائق ما فوق كي أريكم كيف تقومون بوضع الفيديو الإعلانات وسط الفيديو. أقوم بالضغط هنا. هذا فيديو تحديات ومقالب يوجد به 13 دقائق. نقوم بالضغط على هذا علامة الدولار تحقيق الربح. الآن في الأسفل نجد هنا بعد الفيديو، يوجد قبل الفيديو، أثناء الفيديو، بعد الفيديو. نقوم بالتعليم عليه كلاهما ونضغط على وضع إعلانات يدوية وسط الفيديو، لأن يوجد إضافة هنا. هنا يوجد إعلانات أوتوماتيكية وسط الفيديو، يمكن تغيير مكانها، ويمكن أيضا إضافة إعلانات أخرى. ولكي تضيف إعلانات يمكن الضغط على فاصل إعلاني هكذا على الزائد، ويضيف لكم إعلان، وتقومون بوضعه في المكان الذي تودون وضعه فيه، تقومون بسحبه هكذا، وعند النهاية تضغطون على متابعة. ومثلا أنا سوف أضغط على متابعة الآن وحفظ. كانت هذه حلقة كيف تقومون بتفعيل إعلانات على الفيديوهات الخاصة بكم ووضعها في المكان الذي تودون وضعها فيه. مثلا في فيديو يوجد به إطارة وتشويق وشيء من هذا القبيل، حينما مثل الأفلام، حينما تود أن تبدأ الدراما أو شيء من هذا القبيل تضع إعلان كي لا يخرج المشاهد من الفيديو. كانت هذه هي حلقة اليوم، أتمنى أن تعجبكم. دمتم في أمان الله.